وباء يجتاح تعز والحديدة وإعلان حالة الطوارئ، فما هو حجم الكارثة؟ وكيف يمكن مواجهة هذا الوباء في ظل غياب الحكومة واستمرار الحصار؟ وما هو دور المنظمات الصحية المحلية والدولية؟ أهلا بكم. حذرت السلطات في تعز من وباء الحمى الفيروسية الذي يجتاحها، حيث أعلن مكتب الصحة عن تفشي مريع لهذه الحمى وسط شبه انهيار للقطاع الصحي في تعز وانعدام إمكانيات مواجهة هذا المرض، حيث يفتقر مكتب الصحة للإمكانات المادية والطبية المطلوبة للقيام بعمله. ليس في تعز وحسب، ففي الحديدة أيضا الوضع الوبائي لمرضى حمى الضنك بمديرية الجراحي ينذر بالكارثة، خاصة مع تزايد الحالات واتساع رقعة الوباء في باقي المديريات بالمحافظة. وأضافت المصادر إن العشرات من أبناء تهامة يموتون بسبب حمى الضنك وعدم قدرتهم على شراء الأدوية بعد أن نهبت ميليشيا الحوثي الانقلابية أموالهم وصادرت ممتلكاتهم لتمويل حروبها العبثية ضد الشعب اليمني. فأين هو دور السلطات المحلية والحكومة في مواجهة هذا الوباء؟ ولماذا لا يتم تجهيز مكاتب الصحة بما يلزم لمواجهة الأوبئة المختلفة التي تظهر من فترة لأخرى؟ هل يتناسب هذا الدور مع سرعة انتشار الوباء وحجم الحدث الطارئ؟ حروب غير متكافئة يخوضها أبناء تعز والحديدة وعلى أكثر من جبهة، إذ يعود وباء حمى الضنك والملاريا ليتفشى مجددا بصورة هائلة بين سكان تعز والحديدة في ظل غياب شبه تام للرعاية الصحية. مع أيام 115 مريض اضطر اكتب فوق الورقة مجان المفروض تصرف من الصدرية، يرجع المريض يشتري ورقة رسمية، هذه واحدة من العوائق. في تعز المحاصرة أعلنت مؤخرا حالة الطوارئ لمواجهة وباء حمى الضنك، لكن المدينة لم تشهد استجابة توازي وضع المدينة الكارثي بحسب احتجاجات المواطنين. حمى تجي فيروسية، حمى قوية، حمى قوية تجي يوم يعني مرة بمسك بالحلق الراس، يعني نطالب بفك الحصار، هو هذا كله سبب الحصار، المدينة كلها مدمرة، المدينة محاصر وهذا سبب الحصار، هذا سبب الحصار. والله نطالب بأدوية لحمى الضنك والحمى الفيروسية التي أتت مؤخرا في محافظة تعز الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبل. أتينا إلى المستشفى نبحث عن أدوية، لا يوجد أدوية مجانية بل نأخذ نشتريه من برا. أما في الحديدة فقد انتشر الوباء في عدد من المديريات في ظل عجز المراكز الصحية عن استقبال الحالات المصابة. انتشرت حمى الضنك في محافظة الحديدة بشكل فظيع، والمستشفيات في محافظة الحديدة تعجب المرضى، فإذا لم تعمل الجهة المسؤولة حل سريع لهذه المشكلة سنواجه كارثة إنسانية. تتحدث آخر الإحصاءات عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 59 حالة في مديريات الجراح وزبيد وبيت الفقيه، وسط مخاوف من توسع انتشاره في بقية مديريات محافظة الحديدة. لكن القطاع الصحي في اليمن بشكل عام يواجه انهيارا حادا بسبب انعدام البنية التحتية والتوقف في معظم المراكز الصحية جراء الحرب والصراع الدائر في البلاد. عودة فيروس حمى الضنك إلى الانتشار مجددا يكشف عن حجم التهاون من جانب الشرعية في المناطق المحررة والتي لم تشهد أي استقرار في الحياة العامة والخدمات، ناهيك عن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على أبناء مدينة تعز منذ 4 سنوات. قد لا يكفي معالجة المرض، فهذه المناطق ستظل مهددة بعودة الوباء ما لم يتم معالجة أسباب الانتشار التي أدت إلى عودته مرة أخرى. إذا المشاهدين الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي والناشط الحقوقي وديع عطا هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وديع. مساء الأنوار عليك وعلى المشاهدين الكرام، مرحبا. أهلا بك أستاذ وديع، وبداية كونك من أبناء تهامة ومتابع للوضع هناك عن قرب، خاصة مع انتشار هذه الأوبئة حاليا وحمى الضنك وغيره، نود أن تضعنا في صورة الوضع في تلك المناطق. نعم، أولا كل التعازيم لكل أولياء الأمور الذين فقدوا أولادهم وفلتت أكبادهم يعني من جراء هذه النكبة والكارثة التي تحصل على مستوى الحديدة وعلى مستوى تعز كذلك. فيما يتعلق بالوضع في تهامة بشكل عام، خصوصا في المناطق الجنوبية منها الذي ينتشر فيها الوباء بشكل كبير منذ شهرين تقريبا،
الوضع كارثي بكل ما تعنيه كلمة كارثي من مدلولات حقيقة. يعني هناك حالة من الهلع منتشرة بين الناس بسبب الانتشار غير المسبوق والانتشار المريع لهذا الوباء وسط الناس. يعني لا يدخل وباء في بيت إلا أن يأتي على كل الأسرة تقريبا. إحدى القصص التي ذكرها أحد الأصدقاء بأنه يعني أراد أن يطمئن على عودة صديقه بعد أن أسعف أحد أولاده إلى مدينة إب، وهي تبعد حوالي 100 كيلو فقط شرقا من مدينة الجراحي. كيف أنتهى العدت؟ قال نعم عدت، والآن عدت أيضا ببنتي وأختي وأبي تقريبا أو أحد أفراد أسرته، يعني عاد باثنين مرة ثانية يعني لا إب. يعني تخيلي هؤلاء الأفراد الذين يستطيعون أن يسعفون أو يعني ذويهم، كيف بحال الفقير الذي هو من أبناء الريف الذين لا يملكون حتى على الأقل فتاة المعيشة، أو حتى الفقير الذي يملك حتى لا يملك حتى قيمة حبة دواء؟ يعني كل ما يستطيعوا أن يوفروا لأبنائهم فقط هي مسألة الوصفات الشعبية التي إن توفرت في المنازل، بينما هم مثل العاجزين تماما لا يستطيعون أن يوفروا حتى يعني أبسط الوسائل العلاجية الدوائية التي يمكن أن تتوفر. هذا جانب من المأساة. المأساة الثانية أيضا بأن أغلب المديريات بل كل المديريات تقريبا في محافظة الحديدة، كل المستشفيات فيها يعني مصنفة لدى وزارة الصحة بأنها مستشفيات ريفية، بما فيها مستشفى الجراحي مثلا الذي هو عنوان المأساة الحقيقية الآن في جنوب تهامة. هذه المستشفيات الريفية اليوم بسبب الحرب وبسبب الانقلاب وبسبب كل الكوارث المتتالية أصبحت تقريبا تفتقر لكل الكوادر التي إما نزحوا بسبب لأسباب أمنية أو لأسباب معيشية، كذلك كوادر يعني كوادر طبية كذلك أصبحت غير مهتمة ولا تعطي أولوية للعمل الحكومي بسبب توقف الرواتب، وأصبحت تبحث عن وسائل المعيشة أخرى أيضا في عيادة خاصة أو حتى في مستشفيات حكومية في مستشفيات في قطاع أهلي. هذا الأمر ينعكس أيضا على حالة الناس الذين يذهبون إلى هذه المستشفيات ولا يجدون الأطباء، يذهبون فلا يجدون الممرضين فقط الذين بالكاد توفر لهم أبسط يعني أبسط المكافآت المالية التي لا تفي حتى لهم بحق المعيشة. هؤلاء الممرضين يجدوا أنفسهم في المجتمع الريفي يقال على الممرض دكتور، على الممرض دكتور، حتى الذي يضرب الأبرة فقط يقال عنه دكتور في هذه المجتمعات. وبالتالي نحن أمام يعني كارثة من كل الجوانب. نحن بحاجة إلى أطباء، إلى أدوية، إلى وسائل وقاية، إلى وسائل توعية، إلى كل هذه الوسائل التي يمكن أن تعالج جزء على الأقل من جوانب. قبل ذلك حدثنا أستاذ وديع، ما هي المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة؟ يعني نريد أن تضعنا في خارطة انتشار الوباء، يعني تتبع الشرعية أم الحوثيين، من تتبع بالضبط؟ نعم، الحقيقة أن محافظة الحديدة تقريبا أغلبها مع يعني ليس تقريبا بل الحقيقة يعني بأن أغلبها مع تحت سلطة الميليشيا الحوثية، يعني ابتداء من ريف أرياف التحيتة، بدءا من أرياف حيس الشمالية مع الجراحي مع كل جبل راس مع زبيد بكل ثقلها مع الحسينية وبيت الفقيه وصولا إلى اللحية. كل هذه محافظة الحديدة تقريبا بؤر الانتشار الذي هي الآن منتشرة حتى على الأقل فيما يعني فيما وصل إلينا من معلومات، هي التحيتة والجراحي وحيس وزبيد إضافة إلى القناوس والزهرة، هذه المناطق التي انتشر فيها الوباء، إضافة إلى أن هناك كذلك مناطق شمالية كذلك من شمال تهامة فيها انتشار لحمى الضناك والملاريا خاصة مع موسم دخول الشتاء. لكن كذلك يعني طالما السيطرة الإعلامية والسيطرة العسكرية والسيطرة السياسية للحوثي فإننا لا تصل إلينا المعلومات بشكل يعكس حقيقة النكبة التي يعيشها هؤلاء الناس، إلا أن الجراحي أستطيع أن أقول بأنها هي العنوان الأبرز للكارثة بكل ما تعني الكلمة. الجراحي يعني إذا كانت تعز كمحافظة أعلنت عن 5000 حالة وخمس حالات وفيات، فأنا أستطيع التأكيد من على شاشتكم أيضا بأن في الجراحي أكثر من 50 حالة وفاة، وهناك من يتحدث عن أكثر من 60. لكن هذه الأرقام التي رصدت فقط، لكن هناك أيضا حالة تموت في مستشفيات إب التي يتم الإسعاف إليها، وهناك من يموت داخل منازله ولا يتم تسجيله بشكل رسمي. إذا اسمح لنا أستاذ وديع أن ينضم معنا الأستاذ عبد الرحيم، الدكتور عبد الرحيم السامعي عبر الهاتف من وهو مدير مكتب الصحة بالمحافظة من تعز. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. مساء الخير وستبقى بخير مساء أنتم السادة المشاهدين وضيفك العزيز في الاستوديو. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. الوباء ينتشر في الحديدة وتعز، ونود أن تطلعنا على الوضع في تعز. آه
يمكن الوضع اختلف قليلا عن اخواننا في الساحل، في بالذات في مديرية جنوب محافظة الحديدة. نعم. لكن لا يزال الوضع يضغط بشدة على القطاع الصحي نتيجة لعدم قدرة هذا القطاع الذي انهار أثناء الحرب وخلال 5 سنوات من الحصار الظالم من قبل الميليشيات الانقلابية. نحن يمكن سيكون وضعنا في عدد الحالات أفضل كما أشار الأخ عبد العزيز، لكن هذا لا يعني أن الجائحة قد مرت من سماء تعز. لازمنا في الوسط، ولا زالت الحالات موجودة وتسجل في 17 مركز ومستشفى صحي يعملون على مدار الساعة في وسط مدينة تعز في 3 مديريات القاهرة والمظفر وصالة، ولازمنا نسجل حالات كثيرة ومتزايدة في الأعداد. وصل عدد الحالات حتى ما قبل 24 ساعة إلى أكثر من 6600 حالة. عدد الوفيات انضم إلى 5 الحالات الوفيات السابقة التي كنا نتحدث فيها إلى ما قبل 24 ساعة حالة واحدة، صار عدد الوفيات 6. الوباء موجود. الآن الكثير من الأعراض تتجه نحو الحميات الموسمية والفيروسات التي يصعب إيجاد المزارع والتشخيص الدقيق المختبري لها، لكن هناك غرفة طوارئ تم تشكيلها في قطاع الصحة منذ أول يوم لدخول هذا الوباء في المحافظة، ومنها لجنة البحث العلمي والتقصي عن أسباب انتشار هذا الوباء داخل المحافظة. ما نعانيه داخل تعز هي قلة وعدم قدرة القطاع الصحي للتغلب ومواجهة الوباء نتيجة لما يعانيه هذا القطاع من دكتور قلة يعني الإمكانية المادية والبشرية. نعم، أنت تحدثني عن يعني ارتفاع سريع للوباء من 5000 إلى 6500 في أقل من 24 ساعة، توفى أيضا شخص. ما هي ترتيباتكم للتعامل مع هذا الوباء في ظل انعدام المواد اللازمة لمكافحته؟ لا عفوا، أنا أصحح المعلومة، أنا لم أقل أنه ارتفاع العدد من 5000 إلى 6000 خلال 24 ساعة. نعم، المتوفي خلال 24 ساعة. العدد وصل نعم الرقم هذا إلى ما قبل 24 ساعة، والرقم الجديد سيكون بعد ساعتين، لأن الشباب في القطاع الصحي داخل غرفة الطوارئ يتواصلون مع كافة المراكز والمديريات. طبعا بالتأكيد ما ينقصنا هي الأدوية والكادر، يعني نعم. الإمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى التجهيزات التي قضت الحرب عليها، وإما نهبت أو أنها خرجت خارج الخدمة أو أنها لم تعد صالحة للاستخدام. فإذا الإمكانيات المادية والبشرية هي أهم المعوقات، والإمكانيات المادية تشمل منظمة تشغيلية وأدوية ومحاليل مختبرية لاستقبال الحالات والتقصي، والإمكانيات البشرية تشمل الكادر الذي نحن نعيد ونكرر في كل حديثنا اليومية أن 90% من الكادر داخل هذه المحافظة المحاصرة منذ 5 سنوات والتي لم يسبق وليس لها مثيل في الحصار، إلا يمكن إخواننا في محافظة الحديدة حصار مطلق إلا من منفذ واحد. نقول أن 90% من الكادر هجر هذه المدينة، وما تبقى 10% لا يوجد منهم من المتخصصين إلا 2%. وعلى سبيل المثال، يمكن نحن الآن نتحدث عن حميات، لكن أنا أضرب مثال واحد، لدينا متخصص واحد في جراحة الأوعية في هذه المحافظة التي تمثل ربع سكان الجمهورية، متخصص واحد فقط في جراحة الأوعية، فما بالنا في بعض التخصصات الأخرى التي ينعدم فيها. نعم، الحكومة أعلنت دكتور حالة الطوارئ، يعني ما الذي استفدتم منه من هذا الإعلان؟ هل هناك دعم متواصل؟ هل هناك غرفة عمليات؟ هل هناك إمداد؟ لما تحتاجونه؟
نعم، تم عكس التوجيهات التي صدرت من الحكومة ومن معالي الأخ رئيس الوزراء، تم عكسها تماما بغرفة عمليات في المحافظة مشابها، وأيضا رديف لغرفة العمليات التي كنا قد سبقنا بتشكيلها وتعمل منذ الأسبوعين الماضيين في مكتب الصحة. هذه لجنة الطوارئ شكلت من مكتب الصحة والأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي والتخطيط وكذلك الإعلام. هذه اللجنة ستباشر عملها من ابتداء يوم غد، صدر بها قرار من المحافظة اليوم برئاسة مدير عام مكتب الصحة، لكن غرفة الطوارئ التي التابعة لمكتب الصحة تعمل منذ أول يوم. الوباء قد يكون أكثر من إمكانياتنا، المؤشرات التي أمامنا تقول أن العمليات سوف تستمر بالظهور. الإمكانيات التي توفرت لحد الآن هو توجيه الأخ المحافظ بصرف 50 مليون ريال للمواجهة قبل توجيه المعالي الأخ رئيس الوزراء. هذا المبلغ لم يصل حتى الآن، نحن في المتابعة في متابعة مستمرة للمالية والمحافظة لعكسها من العاصمة عدن إلى المحافظة. يعني ما قمنا به خلال الأسبوعين الماضيين كان كله مبادرة وديون على الفرق التي نزلت وغطت الأحياء في عملية الرش الضبابي لقتل البعوض الناقل للفيروسات والحميات الموسمية ومنها حمى الضناك، أيضا للفريق الذي نزل وردم كل بؤر التوالد للبعوض في المديريات أيضا الثلاث. لدينا مؤشرات أن الكثافة الحشرية للبعوض تتناقص، لكن هناك الحالات لا زالت موجودة بهذه الأعداد التي كانت عليها قبل أسبوعين، وذلك نظرا لما نسميه في الحقل الطبي اللي هي فترة الحضانة. نحن سنستقبل فترة الحضانة حالات تحتفظ بعرض المرض للأسبوع التالي، فبالتالي نحن نتوقع أن هذه الحالات في الأسبوع القادم ستستمر ترتفع. نعم. لكن سيكون لنا أيضا نظرة علمية أخرى في الأسبوع الذي بعد. طيب دكتور، يعني هل هناك توصيات معينة يمكن أن توجهها للمواطنين لتجنب الوقوع بهذا الوباء؟ نظرا لأن الأمراض الفيروسية التي تنتشر في المواسم في بداية المواسم هي عبارة عن جائحات، وعلى سبيل المثال فيروسات الإنفلونزا التي يصعب تعدادها لأنها بأعداد كبيرة، وهناك أيضا أنواع منها تغير من شكلها وطريقة العدوى فيها، وبالتالي من هنا تأتي الحقيقة العلمية أن معظم الفيروسات لا ليس لها دواء معين وإنما معالجتها بالأعراض، وبالتالي فإن النصائح المعطاة للإخوة المواطنين فيما يخص هذه الفيروسات المنقولة، سواء المنقولة عبر التنفس من شخص إلى آخر أو عبر الحشرات الأخرى مثل فيروس حمى الضناك وفيروس حمى الشيغانغونيا الموجود أيضا في محافظة تعز وموجود في محافظة عدن والمحافظات المجاورة في لحج أيضا. نحن أولا تعليماتنا دائما وعلى الدوام وعلمها الأخ والمواطنين وموجودة على موقع المكتب الرسمي وفي فرق التوعية الصحية التي نزلت إلى الأحياء، أنهم لا يحتفظون بالماء الصالح للشرب في أواني مكشوفة، لأن الفيروس يكفيك قطرات من الماء حتى في غطاء علبة الماء الشملان هذه أو المياه الصحية، قطرات على غطاء علبة الماء الصحي يكفي البعوض ليتوالد في خلال فترة التذاوق بين هذا البعوض. إذا ما أرادوا الاحتفاظ بالمياه الصالحة للشرب يجب أن تكون مغطى. ثانيا، بؤر توالد البعوض في الأحياء السكنية التي تحتوي على مياه صالحة للشرب سواء كانت بالتجمع من مياه الأمطار أو أنها خزانات مفتوحة نتيجة لهجر الأسرة ونزوحها خارج الأحياء السكنية، هذه على الأهالي أن يردموها أو أنهم يبلغوا
الفرق النازله من مكتب الصحه والتي اجابت الشوارع وعطال الحارات يعرفون هذه الفرق ومشرفي هذه الفرق سيعملون على ردمها. هذا فيما يخص الفيروسات المنقوله عبر الحشرات ومنها البعوض الناقل لفيروس حمى الضنك والشيغنغونيا والامراض الفيروسيه والحميات الموسميه الاخرى. فيما يخص الامراض الانفلونزا. نعم. اذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم السامي مدير مكتب الصحه بالمحافظه، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عوده اليك استاذ وديع. اذا يعني نفس الجائحة ربما والوضع أسوأ في الحديدة للأسف، برأيك ما هو حجم الجهود الرسمية المبذولة لمواجهة هذا الوباء؟ نعم، سيكون من الصادم أن أقول بأنه قبل يومين أيضا كنت أتواصل مع بعض المسؤولين في الشرعية لكي يعني يقولوا لنا ما هي خططهم مثلا لمواجهة الوباء المنتشر في الحديدة. نعم، فكان ردا صادما من احدهم حينما قال لي الحديده لا تتبعنا يعني. فقلت على الاقل المناطق المحرره اقل، لكن اغلبها مع الحوثيين كذا. طيب يعني لم يكن هناك من رؤيه واضحه لدى هذا المسؤول الذي لا استغرب يعني على اي اساس تم تعيينه وعلى اي اساس يمثل الشرعيه وعلى اي اساس ايضا يتواجد في وزاره على الاقل تمثل يعني تمثل الحكومه التي يفترض ان تكون مسؤوله عن كل الجمهوريه. لكن ولنكن أيضاً واقعين ومنصفين أيضاً بأن هناك جهود تبذلها السلطة المحلية في مديرية الجراحي بالتشبيك مع مسؤولي السلطة المعنيين بالصحة كذلك في صنعاء، الذين هم يعني حتى الآن جابوا يعني تقريباً مساعدتين حتى الآن قافلتين إلى مديرية الجراحي، وهناك أيضاً وهناك مخيمين طبيين خيريين أيضاً قام بهما أيضاً أحد المستشفيين خاصين من مستشفيات إب قاموا بها في مديرية الجراحي على أساس للإسهام في هذا الموضوع. لكن الحقيقة بأنه هناك من يؤكد للمسؤول الجراحي أيضا بأن المعاناة والجائحة أكبر من أن يتم احتوائها بمجرد قافلة أو ببعض المساعدات التي لا تستمر حتى يومين. لو يعني الشباب لديهم في الفونو المعروض يعني مصاحب الحلقة أعتقد مشاهد لا يمكن أن تكون إلا في مهرجان شعبي مثلا، مهرجان شعبي حقيقة كثافة يعني غير مسبوقة، هناك مئات من الناس يزدحمون في غرف ضيقة للبحث عن كانيولات، للبحث عن فقط بعض الأدوية التي يمكن أن يسعفوا بها أطفالهم. هناك صور لازدحام أكثر من 3 إلى 5 أطفال على سرير واحد مثلا. هناك حالة وفيات يعني تموت أثناء الإسعاف من طرائف ما كان أيضا بأنه قبل يومين كنت على تواصل مع مدير المستشفى مع مدير مكتب الصحي في مديرية الجراحي، فيقول لي بأنه كان يسعف بنته كذلك. الموضوع ايضا يعني اصبحت ان يعني الجائحه والكارثه ايضا مركبه اكثر واكثر تعقيد واكثر الم كذلك فيما يتعلق بابناء الريف يعني الذين هم منعدمه تماما عندهم كل وسائل الاسعاف. دعيني الفت النظر ايضا بان هناك ايضا امس وانا استعرض بعض التصريحات لمواطنين من ابناء محافظه تعز، كان غريبا يعني ان اجد في مركز محافظه تعز ومدينه تعز التي هي من المدنيه ما يعني ما فيها بأن يتحدث الضحايا عن عدم وجود أطباء في مستشفى الثورة، عن أنهم يعني يذهبون بحالاتهم إلى مستشفى الثورة ثم يبحثون حتى عن قيمة العلاج أو حتى قيمة الإبرة أو حتى الكانيولا أو ما يسمى بالفراشة يذهبون لشرائها من العيادات. هناك يعني احتياج حقيقي، والدكتور السامعي أوضح أيضا بأن هناك 90% تقريبا من الكادر الطبي من أبناء محافظة تعز لم يعودوا متواجدين وصاروا نازحين أو حتى تفرقت بهم السبل ليبحثوا عن وسائل عيش أخرى أو بديلة. اليوم الشعب يعيش نكبة صحية إن صح التعبير، وحتى الآن الجهود الرسمية على مستوى الشرعية وحتى على مستوى السلطات التي يتواجد فيها الحوثي ليس هناك من الاستنفار الذي يجعلنا أن نقول بأن الاستنفار على مستوى النكبة. الناس في وجع، الناس يفقدون أطفال. يعني تخيلي 5 أطفال في يوم واحد يموتوا في الجراحي، يعني في هذا الأسبوع هذه النسبة في الأسبوع الذي فات يعني يومين شهدنا وفاة 5 أطفال ونحن نتلقاهم بالصورة يعني لوفاة يعني وحتى مش أولاد فقراء فقط، بينما الموت لا يفرق بين أولاد الفقراء والأغنياء والمصابين لا يفرق يعني لا يفرق بينهم الوباء، لكن حتى أبناء يعني أبناء الناس المرتاحين والطبقة المتوسطة أيضا يتخطفهم الموت اليوم أصبح. لذلك نحن أمام جائحة وأمام كارثة، وهذا ما يثير التساؤل أيضا أين هي المنظمات الدولية التي عندها الحديث للمنظمات الدولية. اسمح لي يعني
نعم، منظمة الصحة العالمية على تويتر نشرت تغريدة لها أنه من يناير إلى نوفمبر 2019 واستنادا إلى بيانات الترصد الوبائي في الحديدة من بين 42 حالة اشتباه بحمى الضنك تم فحصها بواسطة الاختبار التشخيصي، فقط 15 حالة اشتباه تم تأكيدها وحالة وفاة واحدة مؤكدة مخبريا. تعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية على مكافحة حمى الضنك في اليمن، ما رأيك بهذا؟ أنا يعني اطلعت على هذه التغريدة، لكن أستطيع أن أقول بأن من كتبها خارج نطاق الوعي وخارج نطاق وغير مسؤول حقيقة، أو ربما كتبها عن أحد المراكز الصحية في أحد الأرياف داخل تهامة، لأن الواقع يقول كذلك، يعني لأنه مستحيل. أنا أستطيع أن أؤكد بأن الوفيات تكاد تكون يومية في الجراحي، الحالات لا تتوقف عن مستشفى حيس، لا تتوقف عن مستشفى التحيتة، لا تتوقف عن مستشفيات زبيد، عن مستشفيات بيت الفقيه. هذه المستشفيات يعني مثلا مدينة الجراحي تعتبر أكثر ازدحاما بالسكان، سكانها لا يقلون عن 150 ألف نسمة، زبيد لا يقلون عن 200 ألف نسمة. نحن نتحدث عن محافظتين تشكلان الكتلة الأكبر سكانيا على مستوى الجمهورية اليمنية، تعز والحديدة. الكارثة يعني فوق كل التصورات، يعني الحكومة الشرعية حتى الآن حينما تعلن عن غرفة طوارئ تتشكل من وزيرين أو ثلاثة وزراء، ثم على إدارة المعاناة في المناطق المحررة بين قوسين، حتى الآن يعني لم تصل إلا بعض الكراتين من الهلال الأحمر إلا بعض المديريات التي يقال عنها محررة، ولا تقف حتى يعني ولا تكفي حتى يوم أو يومين. وزارة الصحة غير متواجدة بشكل يعني بشكل حقيقي. المستشفيات الميدانية التابعة لما يسمى بالمقاومة الشعبية أو العمالقة هي التي سحبت كل الكوادر الطبية التي يفترض تتواجد في المستشفيات الحكومية. الحوثيين كذلك يعني اتخذوا أغلب الأجنحة وأغلب الأسرة في المستشفيات الرئيسية داخل مدينة الحديدة لجرحاهم ومرضاهم ومن هو موالي لهم على حساب المرضى والفقراء الذين يجب أن يكونوا في هذا المكان. في المستشفيات الريفية كذلك لا يتم تغذيتهم بالأدوية والعلاجات اللازمة إلا للإسعاف فقط، الاستعراض الإعلامي أو فقط لتقديم المسؤول سين أو المسؤول صاد بأنه قام مع أبناء هذه المديرية أو أبناء تلك المنطقة. ليس هناك من جهود حقيقية بقدر الكارثة، وليس هناك من تحرك دولي. يعني هذه الحالات لو أنها في حارة داخل حارة دولة أوروبية لاستنفر العالم كله، ووجدنا القنوات الدولية اليوم تستنفر. لكن حتى الإعلام الرسمي على مستوى الإعلام الرسمي التابع للحكومة كذلك لم يوجه حتى على الأقل برامج، ولازلنا مشغولين باتفاق الرياض، لازلنا مشغولين. نعم، ماذا عن إعلان حالة الطوارئ؟ يعني بينما الإنسان يموت. نعم، الحكومة تعلن حالة الطوارئ، يعني معروف ما الذي يعني أو تعني إعلان حالة الطوارئ في كل يعني مختلف البلدان، ما الذي ترتب على هذا الإعلان بحسب متابعتك؟ يفترض بأنه حينما نسمع عن مسألة يعني غرفة طوارئ بأن نسمع عن جسر بري، جسر جوي، نسمع عن قوافل لا تتوقف، عن إمدادات يعني مستمرة، عن مخيمات، عن مستشفيات ميدانية، مفترض نسمع عن ذلك. يعني لم يحدث من ذلك شيء سوى تفعيل أجهزة يعني لجان الرصد فقط، أو 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 ببعض الكراتين التي يمكن أن تصل إلى مستشفى ولا تكفي المرضى المتوفرين المتواجدين داخل هذا المستشفى. الصور من داخل مدينة تعز تقول وكأنها مستشفيات ريفية، يعني من كثرة الناس الذين يتواجدون ينامون على 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 السلالم، وينامون في الردهات، وينامون في الأفنية، وينامون تحت الأشجار. وهناك أيضا في 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 الحديدة هناك من في الشوارع من يركبوا المغذيات داخل في الشوارع أو تحت أو في المنازل، يعني لا يدخل البيت هذا ما يسمى شعبيا بالمكرفس أو حتى حمى الضنك إلا أقول لك ويأتي على كل من في البيت. نعم، معاناة جدا. يعني تخيل وجع الأب يعني ووجع الأم على ابنه وهو يئن ولا يملك حتى قيمة علاج ولا يملك حتى قيمة مغذية، وإن ملكها لا يجد الطبيب المختص الذي يمكن أن يعالجه إلا ببعض المهديات. العديد من الصور التي تظهر للأسف كارثة حقيقية. نعم، اسمح لنا إذن أستاذ وديع أن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية السيد وليد الوتيري رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الصحية عبر الأقمار الصناعية من تعز. مساء الخير سيد وليد. اهلا استاذة اسيا. اهلا بك استاذ وليد، احييك واحيي ضيفك الكريم. اهلا بك. نود ان تضعنا في صورة الوضع الصحي في تعز مع انتشار هذه الأوبئة او الحميات. والله محافظة تعز لا تختلف عن اي محافظة من محافظة الجمهورية، بالذات المحافظات التي تشهد الان حالة كبيرة من انتشار الأوبئة.
نتيجة الوضع السيء الذي مستمر منذ أن بدأت هذه الحرب والصراع. ومحافظة تعز ومن أكثر المحافظات التي تضررت جرى انهيار منظومة الخدمات بشكل متكامل، منظومة الخدمات الصحية، منظومة خدمات المعزية للصحة، النظافة والتحسين، المياه. وكما تحدثنا كثيرا أنه محافظة تعز التي تعتبر من أكثر محافظات الجمهورية اليمنية من حيث عدد السكان، هي كانت تعاني من قبل الحرب من اختلال كبير، انعدام شحة المياه، المنظومة الصحية كانت مدهورة أيضا. نعم. أتت هذه الحرب وزادت الطين بلة، مما أدى إلى عودة الكثير من الأمراض، بالذات الأمراض التي كانت قد يعني تعتبر اليمن خالية منها، كشلل الأطفال، الحصبة الألمانية. ومنذ أبريل 2017 بدأت جائحة الكوليرا وتلتها العديد من الجائحات، جائحة الدفتيريا في العديد من مديريات محافظة تعز، مديرية المظفر، مديرية مقبنة. أضف إلى ذلك ما هو حاصل الآن من جائحة حمى الضنك، والتي تعتبر محافظة تعز من المناطق المستوطنة لهذا الوباء. وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى أنه هذا الوباء ينتشر بهذا الشكل، منها تراكم القمائم وانعدام شحة المياه، مما يضطر بعض الكثير من السكان داخل محافظة تعز إلى تجميع المياه داخل أواني، وهذا له دور كبير في تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك. نعم، هل هناك جهود حكومية واضحة بحجم هذه الكارثة أستاذ وليد؟ والله بالنسبة للجهود الحكومية للسلطات المحلية في محافظة تعز هي جهود متواضعة، وفق الموارد المتاحة لهم، لأنه العديد من المرافق أو العديد من المكاتب الخدمية في داخل المحافظة لا يوجد لديهم نفقات تشغيلية تفي أو تلبي احتياجات هذه المأساة التي نعيشها في محافظة تعز. أضف إلى ذلك أنه مع استمرار الحرب والصراع كل يوم ندفع فاتورة أكثر وأكثر. إن استمرار هذه الحرب الظالمة التي عانى منها ويعاني منها المواطن اليمني في كافة أنحاء اليمن تسببت في الكثير من المآسي، وأدت إلى تدهور حاد في كثير من النواحي الحياة. أضف إلى ذلك أنه لا تستطيع الجهات الحكومية أن تنفذ خطط للطوارئ وخطط لمواجهة مثل هذه الكوارث، كما أشرنا سابقا إلى أنه لا يوجد لديهم أي إمكانياتهم بسيطة جدا. عمال النظافة على سبيل المثال يستمرون من شهر وأكثر لا يتقاضون أجورهم. المستشفيات الحكومية داخل محافظة تعز لا يمتلكون نفقات تشغيلية، وإن وجدت لا تأتي إلا بعد جهد جهيد. هناك كثير من المعوقات التي تجعل من عمل هذه السلطات أو هذه المكاتب عمل شبه مستحيل. وهنا أما بالنسبة للجهود فهناك جهود تبذل من قبل الإخوة في مكتب الصحة ومن قبل الإخوة في السلطة المحلية، ولكنها لا ترتقي إلى أن تقوم بحل مثل هذه المعضلات التي تتفاقم يوما بعد يوم. وإذا لم يتم عمل حد لهذه المعضلات فإنها ستتطور وتتحول إلى كارثة تعم جميع أبناء المحافظة. نعم، إذا اسمح لنا أنت والأستاذ وديع أن ينضم معنا الأستاذ عادل واصل، مدير مكتب الصحة مديرية الجراحي، عبر الهاتف من الحديدة. مساء الخير سيد عادل. أهلا بك سيد عادل. ضعنا في صورة الوضع في الجراحي، هناك أنباء عن عشرات الوفيات خلال مدة وجيزة جراء حمى الضنك. بالنسبة للوفيات الناس في حمى الضنك هي الآن مثلا كم كبير طبعا في
أكثر من 50 حالة وفيات. نعم. خلال أسابيع طبعاً. يعني منذ بداية المرض يعتبر لنا شهر تقريباً، وبعد الأسابيع وصل إلى 54 حالة تقريباً. نعم أستاذ عادل، ما هو حجم الإمكانات الرسمية التي لديكم والتي تواجهون بها هذا الوباء؟ وطبعا الإمكانيات المتاحة لدينا هي طبعا الأدوية التي تم تزويدنا بها من قبل مكتب الصحة ومن قبل أعلين الخير والمؤسسات، وكذلك من قبل الإخوة المشاركين من محافظة إب ومحافظة دمار ومحافظة صنعاء الذي ساهموا في تخفيف المعاناة وشاركوا بالأدوية وبالأجهزة وبالكادر، وما زال إلى يومنا هذا تتوفر لنا 3 فرق وهم الكادر أو الفريق الذي من محافظة صنعاء، والفريق الثاني الذي من ضمان، والفريق الثالث الذي من إب. وتم تزويدنا طبعا ب يعني جهاز فحص الدم العام من قبل يعني المتعاونين والمشاركين، الفريق المشاركين لنا من اخواننا في محافظة او يعني طبعا يعني تكلفة تصل احيانا الى ما يكاتب 4 مليون تقريبا. نعم، هل تكفيكم هذه المواد ام انها ما زالت قاصره عن مواجهه هذا الوباء؟ بالنسبه للادويه والمعدات احنا بحاجه تزويدنا حتى يعني طبعا ينتهي هذا الوباء، وهناك عده طرق لمواجهه الوباء، منها قيام الاخ مدير المديرية بمقاربة الأخ محافظة المحافظة بمعافية لشفط المستنقعات التي كانت هي السبب أو هي بؤرة الوباء بسبب غزارة الأنقار التي حصلت في الأشهر الماضية أدت إلى توتر وتواجد المستنقعات، وبعضها تعتبر مستنقعات كبيرة جدا، وهذه هي سبب الكارثة التي أدت إلى تواجد وتوالد وانتشار البعوض وانتشار هذا الوباء بشكل مخيف. نعم، إذا أستاذ عادل، وردتنا أخبار أيضا أن ابنتك أصيبت بحمى الضنك شفاها الله وحفظها لك، هل وصل الوباء بهذا الشكل إلى كل مكان؟ كيف تعاملت معه وابنتك مصابة؟ نعم، طبعا الوباء وصل إلى كل منزل، ولا يخلو منزل من دخول هذا الوباء به، واحيانا تصل عدد المصابين في المنزل الواحد الى 3 أو 4 او اكثر من ذلك. وانا من الناس طبعا اللي تعرضوا لهذا الوباء، وكنت في الاسبوع يعني الاسبوع الماضي مركز في مستشفى المنار، ولدي يعني بنت وولد نعم. نتمنى لهم الشفاء العاجل ولبقية الأطفال وكل من هو مصاب بهذا الوباء. شكرا جزيلا لك عادل واصل، مدير مكتب الصحة بمديرية الجراحي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. إذا أستاذ وديع، ما هو تعليقك خاصة في مسألة أسباب انتشار هذا الوباء من تكدس للنفايات وعدم الاهتمام بالبيئة؟ استطيع ان اقول بانه يعني ما نشهده الان حاليا هو حاله عجز تصل الى حد الاهمال من قبل الحكومه الشرعيه وحتى من قبل السلطه المسيطره على في المناطق الانقلابيه التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابيه. حقيقه بحاجه الى جديه في التعامل مع هذه الكارثه. المجتمع الدولي حتى الان لم يلتفت لفته انسانيه بما يليق ايضا بتبنيه كما يزعم بالملف الانساني في اليمن. أتمنى أن نوحد جهودنا جميعا يعني كناشطين وإعلاميين وقنوات ووسائل إعلام
بأن نتبنى خطاب يعني لفت الانتباه أو لفت النظر الرسمي والدولي إلى هذه الجائحة على مستوى محافظتي تعز والحديدة، لأنه يعني الكارثة الإنسانية ستكون أوخم وأسوأ مما نحن فيه الآن حاليا، لأنها الكارثة في توسع الآن وتكاد تصل إلى كل مكان وكل شبر في هذه المحافظات، بل حتى على مستوى محافظة إب هناك أيضا أوبئة للكل، هناك كوليرا أيضا منتشرة، هناك أعتقد هناك في أبين وفي شبوة. الكارثة لا تكاد تستثني منطقة على مستوى اليمن إذا لم يتم تداركها، لأنه في الأخير هي فيروسات ينقلها المسافرين عبر كل الطرقات، ويعني طالما استمر هذا العجز وطالما استمر هذا الإهمال فأعتقد بأننا سنكون أمام يعني نكبة تجعل اليمن كله يعني بحاجة إلى أن يكون في حالة استنفار عالمي لحالته الإنسانية التي لا تقل كذلك خطورة عن مرحلة المجاعة وحالة يعني النكبات الطبيعية والكوارث الطبيعية التي يعني تصيب أي دولة وتستدعي أيضا الاهتمام الإنساني والعالمي. أتمنى من وسائل الإعلام بأن يتوحد جهدها وأن يتوحد يعني وأن ينتبه الإعلام الرسمي خصوصا على الأقل على أن يشترك المسؤولين الحكوميين الذين قيل بأنهم يعني تشكلوا في لجنة الطوارئ، بأن يكونوا مطلعين على هذه الأرقام وعلى هذه الصور اليومية، وأن يعني يكونوا على اطلاع بكل المستجدات اليومية لهذه الكارثة لكي يعرفوا ما ينبغي أن يقوموا به بشكل حقيقي وما توجب عليه مسؤوليتهم الأخلاقية. إذن أعود إليك سيد وليد. وليد، هل هناك نشاط لمنظمات أممية ودولية في المناطق المتضررة من هذا الوباء؟ بالنسبة للجهود المنظمات الدولية والمنظمات كمان المحلية، القطاع الصحي بشكل عام منذ أن بدأت هذه الكوارث ومع بداية الحرب معظم القطاع الصحي يعتمد اعتماد تام على المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، خصوصا منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وغيرها من المنظمات العاملة في هذا المجال. هناك أيضا قصور قد يكون نتيجة عدم وجود التنسيق بشكل جيد مع الجهات الحكومية وعدم وجود يعني رفع احتياجات بشكل مناسب. أضف إلى ذلك إنه الجهود هناك جهود تشتت وتذهب هدر وتذهب هباء. على سبيل المثال، فيما إنه 3 مستشفيات أو 4 مستشفيات داخل محافظة تعز تعاني من أسوأ الظروف، تعاني من انعدام النفقات التشغيلية وإلى آخر، يذهب مركز الملك سلمان للتعاقد مع العديد من المستشفيات الخاصة التي يخرج منها الجريح أو هذا ليطالب مرة أخرى بإنقاذه وتسفيره إلى الخارج، وأكثر من يعني مبالغ مهولة وعقود بآلاف الدولارات يفترض أن تذهب هذه العقود أو تذهب إلى تنمية المستشفيات الحكومية وإنعاشها وتوفير الاحتياجات اللازمة لكي يستفيد منها كل أبناء المحافظات سواء في محافظة تعز أو في محافظة عدن. هناك أيضا الحصار الذي مطبق على اليمن من قبل التحالف وغيره، هذا يسبب إعاقة لجهود المانحين مما يعني يجعل تدخلهم يعني يكون محدود ولا يستطيعون أن يفوا بكل الاحتياجات المطلوبة لتقديم المساعدات. أولا إنهاء الحرب والصراع، هذا هو الحل الأمثل لأن تذهب كل هذه المشاكل التي يعاني منها الشعب اليمني، هذا أولا. ثانيا المنظومة الصحية داخل اليمن أيضا منهارة منذ فترة يعني. نعم، وليست قادرة على استيعاب أي جوائح جديدة. نعم، شكرا جزيلا لك وليد الوتيري رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الصحية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز في 10 ثواني. أستاذ ودي علق على ما تريد التعليق حقيقة عليك. نعم، على الهواء يعني جاءتني معلومة الآن بأن أكثر من 93 حالة تم رصدها اليوم في يعني خلال هذه الفترة الأسبوع الأخيرة في المخاء، منها حالتي وفاة، وهذا يثير السؤال أيضا حول جدية مراكز بحق الملك سلمان
وحجم الهلال الأحمر حول جديتهم على الأقل في مسألة الاهتمام الإنساني في هذه المناطق. نعم، إذا التي يزايدون بها إعلاميا فقط ولا نرى منهم ما يمكن أن يترجم حجمهم الحقيقي صحيا وإنسانيا. شكرا جزيلا لك وديعة صاحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء اليمني الجديد. كونوا برعاية الله وأمنه.